كنت أتمنى دكتور صبح كنت أتمنى قبل ما أقول كنت أتمنى أعلق بس على الموضوع بتاع الاحتفالات لأنه دايما عندي يعني وجهة نظر ربما تكون مختلفة بعض الشيء. أنا بدأت حديثي بأنه المصريين قالوا إحنا هنا وإحنا موجودين، هضيف لها في الموضوع ده تحليل عليه بطريقتنا حتى لو كانت مش عاجبة آخرين، وآخرين هنا أنا بتكلم على الناس اللي انتقدت كتير جدا المشاهد الاحتفالية بالمعنى ده، وربما فكر بصوت عالي في الموضوع إن فيها رسالة إنه العملية السياسية بقت بالنسبة لنا مصدر بركة، ما بقتش عبء، واحنا بنحول الموضوع، احنا عندنا طريقه كده ان احنا نحول كل الموضوعات فشيء كويس ان يتحول الموضوع الى مصدر للبهجه، انما الاساس فيها ان هي فيها رساله. وبقول لحضرتك يا دكتور معتز هيفضلوا يعملوها المره الجايه برضو لان هم مصرين طول ما هم احنا نعملها بطريقتنا وهنعملها بالطريقه اللي عجبانا ومن غير ما حد يوجه ومن غير ما حد يقول اي حاجه. كنت اتمنى اول يعني حاجه أنا يعني انا مثلا بفتكر لما كانت فرنسا بتفوز في ماتش كانوا الفرنسيين بينزلوا يكسروا المحلات في الشانزليزيه مثلا، ده سلوك يعني انا شفتها. لا في الرئيس الفرنسي 12 سنه في الرئيس الفرنسي 12 سنه بيكسروا، ما فيش ماتشات بتطلع الا حتى عقود التامين على المحلات كانت بتختص الايام دي بايام معينه، يوم راس السنه بالليل بتلاقي كل المحلات دي حطت حواجز حديديه عليها، ده سلوك الفرنسويين عشان يزودوا الحد الادنى للدخل ويعترضوا على ضرائب بيخسروا فرنسا مليار يورو كل سبت، واخد بالك؟ يعني هي امور كده. حتى هقول لك حاجه تانية، لما كان مرشح مش معروف في الانتخابات في فرنسا عايز يتعرف بيعمل ايه؟ بيروح يعمل في السوق خناقه عشان الناس تلم عليه فيقدر يقول جبل يتخانق هو ده المرشح يقول هي سلوكيات بتختلف من مجتمع لاخر. مشهد رئيس الفرنسي في بطوله كاس العالم مثلا ده كان مشهد وهو بيعبر عن فرحته بفوز فرنسا بكاس العالم، ده كان مشهد الناس كلها بتتذكره، يعني ان هو برده عبر بطريقه ربما لا تكون رئاسيه او يتصور البعض انها غير رئاسيه بس هو عمل ده. حضرتك كنت اتمنى اول حاجه متفق طبعا مع الدكتور معتز نسبه ال 25% مش فقط كمان دعم للسيدات وفقط، انما عشان انا كنت اشوف انه ضبط المواد مع بعض انه في 25% مجلس النواب فطبيعي انه يبقى 25% باعتبار ان ده البرلمان ان هي 25% من البرلمان بغرفتين فيعني دي كانت نقطه ممكن تتضاف. الحاجه الثانيه في موضوع النواب يا دكتور معتز هو هيناس طبعا النائب الاول وتقريبا هو النائب الاول اللي بيحل محله وده هيبقى معروف بعيد عن الدستور. كنت اتمنى في المواد المتعلقه بالشباب والمسيحيين وذوي الاحتياجات الخاصه انه احنا نفكر وممكن نفكر من دلوقتي تاني ان هل نعملها بنسبه ونديهم كوتا برضو بنفس الموضوع ولا لا، لان بقى نعالج ربما نقدر نعالج القصور اللي في الجزء ده. لا هو مش قصور، هو قال تمثيلا انا ملائم. يعني بشوفه انه تمثيل ملائم هتفضل طول الوقت هو اعطى الحريه يعني للمشرع بس. انما ما زال دي خطوه يعني هي خطوه ايجابيه ان احنا نضمن ذلك بشكل دائم ان يبقى في تمثيل ملائم لهذه الشرائح. الحاجه الثانيه كنت اتمنى انه بس ده يعني امنيه سابقه شويه انه المواد بتاعه التعديلات كانت تطول بعض المواد الاخرى واللي اهمها اللي هي مش منسجمه مع الواقع اما وان الفلسفه وراء هذا التعديل طبقا لما افهمه يعني انها بتحاول تنسجم اكتر مع الواقع وتواكب التطورات اللي احنا بنمر بيها. كنت اتمنى ان يبقى في مواد اخرى تفتح للنقاش في هذا الموضوع ويتم تعديلها وكانت تبقى في نفس الحزمه لهذا الموضوع. انا بتكلم على المواد اللي احنا مش قادرين نفعلها، انا بتكلم بشكل يعني براجماتي بحت في الموضوع اللي هي المواد المتعلقه بالميزانيه بتاعه البحث العلمي بتاعه التعليم بتاعه الصحه وده كلام كنا عارفينه هو اتعمل تحت ضغوط الضغوط دي ما بقتش موجوده ولا ونقدر نعترف بواقعنا بحيث يبقى الدستور بيعبر عن واقعنا بالفعل او واقعنا متماثل او متماهي مع الدستور بالفعل بدل الفجوه اللي موجوده بشكل غير مبرر بين الوضع النظري اللي موجود والوضع العملي والقائم بالفعل.